تدري شكلنا ماشي نقدرش ندخل الفيلا. أنا تو خلينا نبصر لنا مكان نخبي التابوت هذا ونرقد للصباح. بس عندي فكرة. ها؟ عندي فكرة. ما؟ نرقم بالتابوت لداخل المسبح. ليش؟ ما تقوم بالمسبح، تخبوه بالمسبح. الله الله الله. طيب لما يبكروا الصباح يشوفوا مش بيقولوا لنا؟ نقول لهم غريق، غريق عجل يسرق وغريق. ها مات غريق. طيب اللي يموت غريق يقزع التابوت معه؟ اسمع اسمع، نرقم بالتابوت لحاله والميت لحاله، خلوه جنبه. الله هنا راحة علينا. أن أعترف أنك نشتاين بكله، يعني عقل معك استثناء. يعني طبعا بالمدرسة كانوا يصيحوا لي كذا، كان حاجة كذا أينشتاين كذا، حاجة في بشين، حاجة فيها شين، حاجة فاشل. أيوه هي هذه الكلمة كانت. لا والله فرحان قوي، كانوا يصيحوا لي دايما فاشل. قل لي من تدي الأفكار الهبلة هذه حق التابوت والقبر ولا المسبح؟ جينات، جينات هذه، جينات هذه، جينات. كل هذه يعني أفلام هندية هبلة. والله خال الحياة دي صعبة والله. صحيح صعبة. تدري ها الأفكار اللي جبت أنت تذكرني بالأفلام الهندية كله خرط. أيوة نسيت والله. فعلا فعلا فعلا. أنا شفت زمان عاد الأفلام الهندية يعملوا أكثر من كده. زمان شفت فيلم تخيل البطل حصل طفل رضيع. أيوة طفل رضيع ربه. أيوة ربه لا نهاية الفيلم لما كبير الطفل اكتشف البطل إنه الطفل هذا أبوه. مش الفيلم، الفيلم ماشي بالله في مانا حريقة حقق أرباح. طيب شكلنا النوم بدأ يكبس علينا. صباح الخير. فعلا يا خال الحياة صعبة. الإنسان أحيانا يواجه مشاكل في الحياة قد ما يواجهش أي إنسان آخر. يعني قد ربما هذه المشاكل تكون منعطف، منعطف في حياته. ربما الإنسان ما يعتقد، يظل تائه في حياته في دروب المسيرة وفي الحياة. خال يا خال ناهي دحين أنا حنبي خالي وحنبي الميت. خال